بصراحه من حقي كصحفي كمواطن لانه الامر يتعلق بمصلحه بلادنا. يعني نحن رانا في لا ديفونس، رانا في الدفاع، هم يديروا في الهجوم وحنا نديروا في الدفاع. مفروض نحنا ثاني نديروا في الهجوم. فاتونا راحوا دخلوا الافريقيه احنا ما دخلناش، وصلوا يعني اثروا في اوروبا، داروا حتى اللوبينغ في الولايات المتحده احنا ما نديرناش. يعني راحوا عندهم علاقات عندهم حتى في الغرب. سامحني لا هذا مجاليه يهوديه يعني قويه سواء كانت في اسرائيل وفي افريقيا. واش عندهم في افريقيا؟ كيفاش الماب موجوده في افريقيا احنا ماشي موجودين، البنوك تاعهم في افريقيا احنا ماشي موجودين، الشركات تاعهم هما متواجدين. لماذا؟ لانه هما عندهم الدبلوماسيه المغربيه عندها امكانيات ضخمه، يعني الدوله تعطي لها امكانيات ضخمه. ممكن الدبلوماسيين الجزائريين تاعنا يعانوا من مشاكل ماليه، يعني ممكن ما عندهمش الاموال اللازمه، ولكن لا الجزائر استثمرت الكثير من الاموال في افريقيا. استثمرت اين يا عبد الوهاب؟ قدمت قروض يا عبد الوهاب. عندها ديون سمحت فيها يا عبد الوهاب مجانا باطل، مليار ونص دولار كنا نسالهم الدول الافريقيه قال اسمح لكم فيها. ما نسمح لكش فيها، نسمح لك فيها اعطيني انت. ها نلقاهم الان في قضيه الصحراء الغربيه. كيفاش انت عندك كارطه في يدك تضغط بها تسمح فيها؟ اسمع بالرغم من هذا اسمح لي نقول هذه الكلمه. يعني هذا القرار تاع السماح او تنازل عن الديون عند بعض الدول الافريقيه اللي قيمتها مليار ونص دارها اكبر دبلوماسي في الجزائر، يعني اللي هو رئيس بوتفليقه دار اكبر خطا ما يرتكبوش حتى مبتدئ في الدبلوماسيه من وجهه نظري. لا غير في النقطه هذه، يعني هذه النقطه هاي الان رانا محتاجينها. خذ علاقات مع فرنسا، الفائده نتاعها منا ونستفيد منها هو المغرب. للاسف احيانا نديروا قرارات ماشي فهم. لا ادري يعني اذا كنا عندنا دبلوماسيه عندنا اهداف سياسه خارجيه نعطيو لها الاموال، نعطيو الاموال نسمحوا صبري بوقدوم يدير واش راه يدير صبري هذا بوريطا ناصر بوريطا. احنا ثاني ماذا بينا صبري بوقدوم يدير الهجوم، لانه اللي يلعب الدفاع كيما الفوتبول، انتم راكم بالك عبد الوهاب يعرف الفوتبول، فريق تاع كره القدم اللي يلعب لا ديفونس يا اما يدير تعادل يا اما يخسر. يلعب الدفاع يا اما يدير تعادل يا اما يخسر، لانه ما يروحش الهجوم ما يسجلش. المنطقه تاع كره القدم يقول لك احسن طريقه للدفاع هي الهجوم. الهجوم الفريق اللي يلعب الهجوم هو يا اما يخسر يا اما يربح، اما اللي يلعب الدفاع عمره ما يربح.